قواعد الحساب. إذن الفرائض فيها جانب نظري وهو أن نعرف نصيب الفروض، صحيح؟ نعرف نصيب العصبات، نعرف نصيب الأرحام، ونعرف متى نحجب ومتى لا نحجب. وهناك جانب عملي متعلق بالحساب، هناك جانب عملي متعلق إيش؟ بالحساب. هناك جانب عملي متعلق بالحساب. الآن في الجانب العملي المتعلق بالحساب، حتى نقرأ علم الحساب الفرائض، علم يتعرف منه قوانين تتعلق بقسمة التركة. يعني سنأخذ قواعد كيف نقسم إيش التركة، مثل تصحيح السهام رح يمر معنا تفصيله، إذا تعددت زيادة بعض الفروض على بعض، زيادة الفروض على المال، فإذا عندنا جانب عرفنا فيه نصيب كل واحد من الشريعة، الآن جانب حسابي كيف نعطيه نصيبه من نصيبه من المال. طيب عندنا كم قاعدة في الحساب؟ عندنا سبع قواعد، سبع قواعد في الحساب. هذه السبع قواعد إذا استطعنا أن نضبطها ونؤكدها، نتأكد منها، تكون الأمور إيش؟ صحيحة 100%. القاعدة الأولى فيها، في عندنا تسمى النسب الأربعة، النسب الأربعة هذه من خلالها يكون حل المسائل. النسب الأربعة، إيش النسب الأربعة؟ عندنا احتمالات يعني عقلية، قسمة إيش؟ عقلية، إما هكذا 2 2 2 4 أربعة أربعة ستة 2 3. هذا مع هذا الرقمان متماثلان. نحن سنبدأ في الحساب من البداية، حتى إذا لم تكن تعرف الحساب بهذه الطريقة نستطيع أن نقول متماثلان. هذا ماذا سميناها؟ تماثل. هذا مثل هذا، هذا الرقم مع هذا تداخل، يعني هذا من مضاعفاته، مضاعفاته. ماذا نسميه؟ تداخل. يكون الأكبر من مضاعفات الأصغر، الأكبر من مضاعفات الأصغر. الثالثة، انظروا هذا الرقم وهذا الرقم، هذا الرقم وهذا الرقم ليس مماثل، نعم، وليس تداخل، بس الرقمان يقبلان القسمة على ثالث، يقبلان. مثلا لو قسمنا على ثالث اثنين، لو قبلنا على ثالث على اثنين، يكون هنا اثنين، يكون هنا ايش؟ ثلاثة. فلاحظ التوافق هو يتوافقان بحيث يقبلان القسمة على مين؟ على ثالث، يقبلان القسمة على ثالث، عرفتوا؟ فهذا نسميه توافق. هذا سميناه ايش؟ توافق. بعديها هذا مع هذا ليس متماثل، ليس متداخل، ليس متداخل، لا يقبلان القسمة على ثالث. هل يقبلان القسمة على ثالث؟ لا يقبلان القسمة على ثالث. تعال شو تسجلون، تعال. فماذا نسميه؟ تباين. هذه النسب الأربعة سهلة كما رأيتم، لكن يحل عليها كل شيء. تعال أحسن عشان ترى مباشرة.
لكن يحل عليها. هي الآن رأيناها سهلة، سهلة جدا، لكن فيما بعد كل الحساب نرجع إلى هذه النسب الأربعة. دائما نقول تبادل، تداخل، تداخل، توافق، تماثل، تماثل. عرفتم؟ في أحد ما فهمها؟ التوافق. التوافق عددان يقبلان القسمة على ثالث، يقسمان على ثالث، يقسمان على ثالث. أربعة كيف يقسمان على ثالث؟ على اثنين، اثنين على اثنين ثلاث. يقسمان على ثالث. على الثالث في الأربعة اثنين، في الستة ثلاثة. ثلاثة. يقبلان القسمة على ثالث. يعني عددان يقبلان القسمة على ثالث. مشترك بينهما. في عدد مشترك يقبلان القسمة عليه. هو أصعب شيء هذا، فنريد أن نفهمه جميعاً. ماذا تفعل آخر شيء؟ لا أنا. نجم. لماذا أنت هنا؟ اليوم لم يأتي. الرئيم. عجيب. يقبلان القسمة على إيش؟ على ثالث. يقبلان القسمة على ثالث واضحة؟ نعم. من يعطينا مثال غير هذا؟ 12 8 26 أي رقمان يقبلان القسمة على إيش؟ على ثالث، نسميه توافق. يقبلان القسمة على ثالث، فهمناها؟ حساب زوجي. يعني نعم، رقمان زوجية. نعم زوجية. أرقام زوجية فيقسمان على إيش؟ ثالث. طيب الآن كيف نعرف الناتج؟ كيف نعرف الناتج في هذه؟ في التوافق ناتجه، ناتجه في التماثل ناتجه أحدهما. نأخذ أحدهما هذا الناتج. فعندما ترى تماثل نأخذ واحد منهما. خلص النتيجة ما هي؟ واحد منهما. نعم واحد. في التداخل نأخذ إيش؟ أكبر. الأكبر. أكبر. أحدهما. نتيجة أحدهما. هنا إيش؟ أكبر. أكبر. الأكبر. أحدهما هنا نريد إيش؟ الأكبر. الأكبر. بعديها هذا سهل. نعم. إذن عندما نقول تماثل أحد. أحد. توافق تداخل الأكبر. عندما نقول توافق شوي صعبة. الآن نريد أن نخرج العدد الثالث الذي يقبلان القسمة عليه. فهذا وهذا يقبلان القسم على مين؟ على اثنين. نعم. عندما نقسم على اثنين يكون هنا اثنين. اثنين. يكون هنا ايش؟ ثلاثة. فنسمي هذه وفق. وفق. نسمي هذه وفق. وفق. إذن وفق ما هو؟ ما وفق الأربعة؟ ناتج. ناتجها بعد القسمة على المشترك، بعد أن نقسمها على مشترك النتيجة ماذا نسميها؟ وفق. ماذا نسميها؟ وفق. ناتجة بفتح الواو وتسكين الفاء. وفق. وفق الأربعة اثنان، وفق الستة ثلاثة. عرفنا؟ هذا نسميه إيش؟ وفق. طب كيف نصل إلى التجيب؟ نضرب أحدهما بوفق الآخر. سبحان الله. 12. نضرب أحدهما إما 4 ضرب 3 12 أو 6 ضرب 2 12 12 عرفتم النتيجة كيف نصل؟ نضرب وفق أحدهما بالآخر. نقسم المسألة 12. الآن التباين. التباين لا يقبل القسمة على آخر ولا شيء. ماذا تكون النتيجة؟ نضربهما. في بعضهما.
نعم. 6 4 كم يساوي؟ 6 6 6. اذا تباين نضرب الكل. في التوافق ضربنا احد. طب لو ما ضربنا احد 4 ضرب 6 24 يمكن بس يصبح عدد اكبر. نحن نريد عدد ايش؟ اصغر. فهمتم لماذا يصبح عدد اكبر؟ نحن نريد عدد ايش؟ اصغر. ابي بس نعم عشان اذا لاحظتم. اذا تماثل احدهما تداخل الاكبر. توافق ضرب الأحدين ضرب الآخر ضرب إيه؟ أحدهما ضرب الآخر ضرب وفق أحدهما بكل الآخر. وآخر شيء عندكم إيش؟ تباين ضرب الإيمان وسط جيد ضرب وفق أحدهما بكل الآخر ضرب أحدهما بكل الآخر. وهنا ايش اخذنا الاكبر وهنا نضربهما ببعضهما البعض. هذه لابد كل واحد منكم تصبح مثل اسمه يعني. لان كل الحساب عندما مجرد ان نقول ايش مجرد ان نقول تباين خلاص انت اضرب. عندما توافق لابد ان تخرج وفق الوفق وتضربه بكل الاخر. عندما تقول تداخل تاخذ الاكبر. عندما تقول تماثل تاخذ احدهما. هكذا انتهينا من القاعدة الأولى. ولو كان ثلاثة أرقام نضربه الاثنين ثم الناتج بالثالث. الناتج بالثالث عرفتها؟ لا نفعل ثلاثة مع بعض. اثنين ناتج الاثنين مع الثالث عشرة. ثم هكذا نستمر. اثنين ثالث الثالث الثلاثة مع الرابع الأربعة مع الخامس. هذه فهمناها؟ نعم. نعيد. إذن في التماثل أحدهم. في تداخل الأكبر. في التوافق هذا التوافق شوية بده أكثر اهتمام. يقسمان على ثالث ثم بعد القسمة ناتج القسمة نضرب بكل الآخر. والثالثة ما هي؟ خلصنا؟ انتهينا القاعدة الأولى. مين عنده شك فيها؟ مشايخ انتم آخر شيء كلكم لها ممتاز. أخواتك كيف؟ ذو سنين جيدون في الحساب. أهم شيء عندهم. عرفتم؟ نحن سنستخدم قواعد للبداية يعني الأيام القادمة. لا نقول لك عندك معلومات في الرياضيات نعتبر. نبدأ من البداية. هاي أول قاعدة خلاص انتهينا منها. طيب الآن هذا أهم قاعدة مهمة جدا وما بعدها يبنى عليها يعني أهم شيء عندنا. نقول تباين تماثل توافق صح. الآن بعدها لو سمحتم القاعدة الثانية ما هي؟ مخارج الفروض. مخارج الفروض امسح خلاص. نعم. مخارج ايش الفروض؟ مخارج الفروض الفروض التي درسناها كم هي الفروض؟ ستة. لاحظ كقسمة الفروض ما هي؟ الفروض الفروض نصف ثمن سدس صح. والثمن ربع وإيش نصف. والسدس كم؟ ثلث. ثلثان يعني رقمان وضع فيهما صح. بس هذا في غيرها
الفروض فقط هذه الستة، في غيرها؟ لا. ما في غيرها. الآن ما هو المخرج؟ المخرج هو المقام، المخرج هو المقام، هذا مخرج، هذا الثاني، هذا الثالث، هذا الرابع، هذا الخامس، هذا مكرر. فكم المخارج إذا؟ خمسة، ثمانية وأربعة، ثمانية وستة وأربعة واثنين وثلاثة واثنين، خمسة اثنين ثلاثة أربعة ستة ثمانية، صح؟ فهمناها؟ انتهينا من القاعدة الثانية. إذا القاعدة الثانية هي فقط كيف نخرج، نعرف المخارج، كيف نعرف مخارج الفروض؟ المخارج هي المقامات، وكم عندنا مقام؟ ستة، بس في اثنين مشتركات فيبقى عندنا خمسة. فلا يكون عندك مخرج، مخرج إلا اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو ستة أو ثمانية، ما في غير خمس أرقام، ما في غير. يعني أصحاب الفروض، أهل الفروض يعني حلوا ونظموا وأعطونا نتائج، خلاصة، قواعد، فلا يوجد عندنا إلا هذه إيش؟ هذه المخارج الثمانية. ما رأيكم دام فضلكم؟ هاي انتهينا من القاعدة الثانية. إذن عرفنا الفروض ما هي، والمقام الفروض هو المخرج، انتهينا. هاي نسميها مخارج الفروض اللي هي ايش؟ خمس. هذه تسمى ايش؟ مخارج الفروض. درسنا قاعدتين. طيب الان القاعدة الثالثة، كيف نعرف اصل المسألة؟ كيف نعرف ايش؟ اصل المسألة. كيف نعرف اصول المسائل؟ أصول المسائل بالاستقراء وجدناها لا تخرج عن سبعة، لا تخرج عن إيش؟ عن سبعة. هذه التي تعرفون بالاستقراء، وجدوا أصول المسائل لا تزيد عن إيش؟ سبعة. أصل المسألة لا تزيد عن سبعة، اثنين ثلاثة أربعة ستة ثمانية اثناشر اثناشر أربعة وعشرين. وصول المسائل لا تخرج عن إيش؟ سبعة. عن سبعة. إذا خرج معك أصل غير هذه السبعة أنت تكون مخطئ في الحل، في خطأ عندك. عرفتم؟ لا تزيد وصول المسائل عن هذه إيش؟ السبعة. طيب الآن هذه الاثنى عشر نريد أن ندرس الحالات التي إيش؟ تخرج فيها. كيف نعرف أصل المسألة؟ بس عرفنا ابتداء أصول المسائل كم واحدة؟ سبعة. سبعة. أصول المسائل أنها سبعة. يلا نبدأ في الحالات حالة حالة. نعم نعم، نستعين بالله عز وجل. الله ولي الصابرين. نبدأ في الحالة الأولى. في الحالات التالية عندنا خمس حالات، عندنا خمس إيش حالة. الحالات أول شيء مكتوبة مع بعضها البعض، رأيتم؟ ثم مكتوبة مع أمثلة، هي نفس الحالات مذكورة لبعضها البعض، بعدين مذكورة مع أين؟ أمثلة. أول حالة فيما لو كان كان وارث واحد،
بس قبلها يوجد مسألة نريد أن نحلها حتى نفهم كيف عن ماذا نتكلم. في مسألة في بداية صفحة 115 مات رجل، الآن نريد أن نبدأ نشتغل على تشبيه. تشبيه نبدأ نكتبها. أول مسألة مكتوبة صفحة 115 أم، هاي أم، أم بعدها إيش؟ أختين أخت لأم، جميل، أم أختين لأم وأب أختين لأم، نفعل هكذا. الآن أم كم درسنا لها؟ سدس. نبدأ من هنا، يلا الأم. الأم سدس بسبب الأخوات، أختي شقيقتي ثلثين، الأخت الأم سدس. جميل؟ الآن نريد أن نخرج أصل المسألة، نكتبه هنا، نفعل التشبيك هذا، نكتب. الآن دائما يكون عملنا بين المخرج. المخرج ما هو؟ مقام. يكون عملنا في هذه، رأيتم؟ يكون عملنا هنا فقط. عرفتم أين يكون عملنا؟ فالآن 3 و6 ما العلاقة بينهما؟ تداخل، فيكون أكبر. يكون ما يقول ما في يدك اليمنى، هم يقولون هكذا في يدك اليمنى إيش؟ العدد الأكبر اللي كم هو؟ 6. أي وضعنا مربع، صح؟ ثم الستة، والستة ما العلاقة بينهم؟ تماثل. فيكون ناتج هذه العملية أصل المسألة. ناتج هذه العملية أصل المسألة. الآن نرجع، سدس الستة واحد، ثلثين الستة أربعة، سدس الستة واحد. حلة المسألة. رأيتم؟ أول مرحلة نخرج الأصل، الأصل نخرجه من خلال المخارج، فنناقش المخرج مع المخرج من خلال الفروض إيش؟ من خلال الفروض إيش؟ من خلال الفروض النسب الأربعة. فناقشنا ووصلنا إلى نتيجة إيش هي؟ أصل المسألة ستة. أصل المسألة ستة. ستة. أعيدها مرة أخرى؟ لا خلاص. من يقول أعيدها له؟ رضوان، هل أعيد المسألة؟ لا جيد، ما شاء الله. حلها أنت، أريد أن تحلها أنت. يلا بسم الله. يلا أم سدس أختي ثلثين أخت لأم سدس. جميل، بعدها ماذا تفعل؟ رأس المسألة يولي 6. كيف خرجت 6؟ تنظر بين المخارج. نعم. 3 و6 و3 ما العلاقة؟ تداخل. تداخل. نعم. التداخل كم ما هي نتيجته؟ نأخذ الأكبر. نأخذ إيش؟ نأخذ الأكبر. نأخذ الأكبر، صح؟
نأخذ الأكبر فيكون الناء ستة صح؟ نعم. ثم الستة هاي ما علاقته مع الستة؟ تماثل. فنأخذ إيش؟ أحدهما ونجعل هنا. ثم الآن تقول ما هي سدس الستة؟ واحد. ما هو ثلثي الستة؟ أربعة. ما هو سدس الستة؟ واحد. سهلة؟ نعم. ممتاز. بس حتى نتعرف الآن سنبدأ نحن يلا استعينوا. الحالة الأولى الآن فيما لو كان الفرض واحد. أعطيني مثال يا نعيمة. فيما لو كان الفرض واحد. زوجي ما تركت زوجي. زوجي وتركت إيش؟ زوج. زوج. هاي زوجي. لا أسف زوجي مات. زوج. أو تركت زوجي. زوج تركت زوج. زوج هاي زوج. يلا 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 نصف. نضع النصف هنا يا شيء. لا الآن هو لوحده فنجعل مخرجه أصل المسألة. واحد نجعل مخرجه إيش؟ أصل المسألة. نصف اثنين رأيتم آخر شيء؟ جعلنا مخرجه أصل المسألة. انتهينا؟ المسألة الثانية، تفضل. زوج واخت شقيقه. الان فيما لو كان اثنان اذا كان واحد نجعل اصل الان. يلا يلا يا شمس كم نصف الزوج؟ نصف الزوج ما تذكر لما نصف. وكم الاخت الشقيقه؟ نصف. ممتاز. الآن ما العلاقة بين المخرج والمخرج؟ اثنين واثنين ما العلاقة؟ تماثل. تماثل. ماذا تكون النتيجة؟ واحد. أحدهما. أحدهما. فيكون نتيجة؟ اثنين. فاثنين تكون أصل المسألة. نصف الاثنين. واحد. نصف الاثنين. واحد. رأيتوا؟ الأمور رائعة ولا لا؟ سهلة جدا. نعم. نستمر؟ بعدها تفضل. الآن فيما لو كان اثنان أخذنا الفكرة الأولى إذا كان واحد إذا كان إيش؟ اثنان. اثنان متماثلين. مش مش. أعطني زوجة وأخت شقيقة. وزوجة وأخت شقيقة. وأخت شقيقة. خلاص؟ يلا. الزوجة الربع والأخت الشقيقة والنصف. ننظر إلى أصل المسألة تداخل. ننظر إلى المخارج. إلى مخارج أربعة اثنين. أربعة. تداخل. فنأخذ الأكبر وهو أربعة. ربع الأربعة. واحد. نصف الرابع. قبل قليل تماثل. الآن تداخل. صح؟ نمشي. كمل. زوجة الأخ الأم. أخ لأم. زوجة زوجة وأخ لأم سدس. ما العلاقة بين الستة والأربعة؟ لا توافق. توافق فيقسمان على اثنين فيكون اثنين يكون ثلاثة. الآن كيف نخرج؟ ننظر الوفق بكل الآخر. اثنين ضرب ستة أو ثلاثة ضرب أربعة فيكون أصل المسألة كم؟ 12. انتبهنا لها؟ نعم. نخرج الوفق هذه وهي
يحتاج إلى إيش؟ أكثر يعني اهتمام. لأن نقسم على ثالث ثم ناتج القسمة نضرب وفق أحدهما بكل الآخر. ربع الاثنى عشر سدسها نعم باقي بعدين نحن الآن نريد بس أن نعرف ثم سنأخذ شيء يسمى الرد. انتهينا؟ نعم. زوج يلا 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 الزوج ما في ابناء فبياخذ النصف والام ما في لا اولاد فبتاخذ يعني اثنين ثلاثة تباين. ايش بعديها؟ ما هي تباين. طيب اثنين ثلاثة تباين ما هي تباين تضرب المخرج الاولى المخرج الثاني اثنين ثلاثة ستة نصف ستة ثلاثة وثلث الستة اثنين. أول مرحبا مزعجين مزعجين. الحساب اللي بركز فيه بضل للآخر مبسوط للآخر على العكس بستمتع جدا وهو بحل فيه. نأخذ مسألة أخرى. فيما لو كان ثلاث يوم زوج زوج أخ الأم أخ الأم وأم زوج نص زوج أخ الأم وأم صح؟ يلا مين يحلها؟ تفضل. زوج نص نص أخ الأم سدس سدس أم سدس أم سدس وصلت؟ نعم. نصف الستة ثلاثة نصفها واحد عندما نجمع هذول لازم يطلع مسألة أصل المسألة مش خلاص بس ليس شرط ممكن يزيد ممكن ينقص سندرس فيما بعد ليس من بعدين هذا يعني يوجد تكمل يوجد شيء يسمى عاول يوجد شيء يسمى رد يعني ليس دائما عرفتم ممكن يزيد بس بعد الرد والعاول لازم يساوي هذا بس يوجد قواعد أخرى. إلى هنا جيد. كان بحثنا في كيف نخرج أصل المسألة. يلا زوجي يلا سايب الله زوجي بنت وأم الآن عندنا ثلاثة نعم النجلة تتحدث تبدأ من هذه الجهة الأم يلا زوجي يلا زوجة كم زوجة ربع سمون سمون بيت 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 اثنين واربعة ما العلاقة؟ اثنين وثمانية تداخل فنأخذ الأكبر هاي ثمانية ثمانية وستة ما العلاقة؟ توافق يقسمان على كم؟ على اثنين على اثنين أربعة على اثنين ثلاثة كيف نخرج النتيجة؟ ثلاثة إما ثلاثة ضرب أربعة ثمانية أو أربعة ضرب ستة أربعة وعشرين يكون أصل المسألة كم؟ أربعة وعشرين كم ثمن الأربعة وعشرين؟ ثمن ثلاثة نصفها اثنى عشر
سدسها أربعة. 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 خلاص. نعيد أو واضحة. طبعا أنا أمشي معكم خطوة خطوة، فيما بعد إن شاء الله لا نحتاج هذا، نصبح فقط ننظر مرة واحدة نخرج النتيجة. بس الآن لابد أن نعرف كيف تحصل هذا. دكتور 24 مع التوافق وتداخل النتيجة 24 نعم. 8 ضرب 15 8 ضرب 3 لو ضربنا 4 3 ضرب 8 أو 4 ضرب 6 هكذا تمام. إيش تستطيع أن تأخذ 8 وعشان تقسم عليه؟ تستطيع أن تأخذ ماذا؟ 8 8 لا ما بنفع، لابد لابد أن تخرج الأصل من خلال استعمال النسب الأربع. مثال يلا نعيمة. الآن زوج زوج والأب زوج ربع ربع وأب سدس سدس زائد العصر أصابع وفيسي نصف يلا أربعة وستة توافق توافق صح؟ نعم اثنين ثلاثة صح؟ نعم صحيح؟ نعم كم النتيجة؟ 12 اثنين ضرب ستة 12 إذن هي خرج النتيجة. طيب بعدها اثنين واثنى عشر ما العلاقة؟ تداخل فنأخذ مين؟ الأكبر يصبح أصل مسألة كم؟ 12 نصف ربعها سدسها نصفها خلاص؟ أنا أمشي خطوة خطوة، ما عنده مشكلة يخبر لا يستحي خطوة خطوة نمشي ونعيد يعني كله نفس الشيء من هون لنهاية الفصل نعيد نفس الكلام احكي نفس هذه القواعد من استقراء من الأحاديث القواعد الحساب؟ لا الحساب لا لا إذا تعذر التقسيم نرجع إلى هذه القواعد يعني هذه القواعد بالاستقراء من أين يعني استقراء من أين؟ هذه خلاص استقراء القواعد الأولى التي درسنا بس الحساب هذا رياضيات أعرف يعني الحساب في زمانه إذا كان حصل هنالك سدس وربع واثنين تعذر القسمة نرجع إلى قواعد التوافق وهذا بالاجتهاد مو رياضيات يلا بسرعة اثنان بنتان يلا رضوان الآن بس نريد أن نمشي على قاعدة قاعدة حتى نضبط قبل قليل كنا نحل على فكرة إذا مررنا على أول فكرة المحاضرة الماضية إذا كان واحد يكون مخرجه هو أصل المسألة صح؟ نعم اثنين إذا كان اثنين نعمل معهم النسب الأربع ويكون النتيجة هي أصل المسألة إذا كان ثلاثة صح؟ نعمل عملية بين اثنين ثم الثالث نعمل معه عملية مع النتيجة فيكون النتيجة هي أصل المسألة صح؟ ثم بعدها الآن إذا كان كلهم أصحاب فروض صحيح؟ كلهم عصبات إن كان كلهم أربعة إذا كان كلهم عصبات أربعة صفحة 18 وصلنا إذا كان كلهم إيش لو سمحتوا؟ إذا كان كلهم عصبات ما الحكم الآن؟ يكون أصل المسألة من عدد الرؤوس من عدد الرؤوس كم عدد الرؤوس هنا؟ أربعة هنا اثنان والابن للذكر مثل حظ الأنثيين عندنا أربعة زائد بنتان ستة فيكون أصل المسألة ستة عرفتوا كيف حسبنا؟ نعتبر أصل المسألة الذكر دائما عندما نعد الرؤوس نعده رأسين فابنان يعني ايش أربعة. أربعة وبنتان كم اثنين الان فيكون هؤلاء أربعة والهذه اثنان نعم
على عدد الرؤوس. أعطيني مسألة مسألة أخرى بسرعة. في عنا بنت وأم. بنت أم. وعمان. وعمان. الآن المسألة هذه تتحدث عن عمان. يا عمان نفس عمان. هي مكتوبة غلط في الكتاب عمان وعمان. أعمام؟ نعم نعم اثنين اثنين عمين اثنين اثنين وعمام نعم عمام ليس عمام ولا. إذا بس عليها شدة بس بالجد والبين اثنين عمين. طيب الآن هذه المسألة ماذا فيها؟ عمام لكن أنت عمام هذه المسألة اجتمع فيها فروض وعصبات فتكون أصل المسألة من الفروض العصبات لا يعتبرون من الفروض مخارج الفروض. انظروا ما نصل حله رضوان بس جام نصف وأم سلس أصل المسألة ستة انتهينا؟ أصل المسألة كم؟ ستة. إذا كان أصل المسألة ستة ثلاثة 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 واحد الآن نصفها ثلاثة سدسها واحد والباقي عصب للأعمى. المهم أصل المسألة من أين نخرجه السؤال؟ فروض أصحاب الفروض. أصل المسألة نخرجه من وين؟ أصحاب الفروض لا الفروض بس. يلا المسألة التي بعدها دكتور على رسمه نعم غير رسمه على هذه ستة سدس واحد هي خطأ جد خطأ انتبهوا جيد نريد أن تصحح الأخطاء حتى لا تبقى نعم واحد انتهينا يلا صفحة 120 معنا ست دقائق يلا خلنا نحلل المسألة الآن انتهينا من إذا من يخبرنا كيف نخرج أصلا أخذنا كم الفروض سبعة فروض سبعة اثنين ثلاثة أربعة ستة ثمانية اثنا عشر أربعة وعشرين صح صحيح ثم هؤلاء السبعة إذا كان صاحب فرد لوحده يكون مخرجه أصل المسألة إذا كان اثنان نعمل النسب الأربعة بينهما إذا كان ثلاثة نعمل النسب الأربعة بين اثنين والنتيجة بالنسب الأربعة مع الثالث إذا كان عصبات تكون أصل المسألة من عدد الرؤوس إذا كان عصبات ومخارج يكون أصل المسألة من المخارج الفروض. هذه هي سهلة ولا سهلة؟ سهلة أنا شايفها ما في شيء يعني بهذه الطريقة أصبح أنه كلا شيء وإلا يعني يحتاج إلى التدريب هذا الرسم يساعد كثيرا. نعم هذا يساعد. هذه الطريقة للتشبيك سهلة هي طبيعتها تجعل المسألة أمامك هكذا مهما كانت كبيرة ترسم أمامك عندما ترسم أمامك تستطيع أن تفكر فيها. طيب الآن نبدأ نحل المسائل. يلا اتفضل أعطيني مسألة. أخ شقيق. أخ شقيق. أخ شقيقة. نك. وأخ الأم. بس في دكتور في سؤال ثاني ما رأيك في الخطأ. أعطي مثال لاجتماع الثمن مع السدس. على الثمن تكون للزوجة في حال. بس دقيقة حتى هاي لأن أين وصلنا؟ نجم الدين. نجم الدين. نعم. تفضل. بسرعة ما في وقت. أخ شقيق. بس. عصبة. 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 هو الأخت الشقيق. هو الأخت الشقيق. عصبة. عصبة. خلاص. نعم. الله يرضى عنا إن شاء الله. وأخ الأم. أصل المسألة يكون من أصحاب الفروض صح؟ نعم. ستة. نعطي واحد. كم يبقى؟ خمسة. الآن ابتداء في المستقبل نعرف كيف نحول. في الابتداء نضع للاثنين خمسة. ابتداء نضع الاثنين خمسة في المستقبل نحول. فهمتوا؟ يعني ما وصلنا لها. هاي يسموه تصحيح. نحن ما وصلنا إلى مرحلة التصحيح. يعني هاي قاعدة ستأتي معنا. قاعدة التصحيح. أخلص فهمناها؟ لأنه عصبة.
أخ وأخت شقيق عصب، أعطيناهم خمسة. نحل بعدها يلا. جدة. جدة. أخ لأب. أخ لأب. أخوان لأم. أخوان لأم. يلا. جدة أين وصلنا؟ إبراهيم. سدس. وأخ لأم. أخ لأب عصبة. وأخوان لأم. ثلث. نعم. الآن الفروض تكون الفروض ست، ثلاثة وستة تداخل، نأخذ الأكبر، الأكبر كم؟ ستة. سدسها واحد. هذا عصب على شيء منها. ثلثها اثنين صح؟ الباقي صحيح؟ نعم. نمشي بعدها يلا. زوجة ابن أخ شقيق. ابن أخ شقيق. زوجة ربع. زوجة ربع. ابن أخ شقيق عصب. لا ربع صح. ابن أخ شقيق عصب. أصل المسألة أربعة. أربعة ربعها واحد والباقي عصبة. والباقي عصبة ثلاثة. نمشي. زوجة. زوجة. وبنت. زوجة. وبنت وعم شقيق. بنت. وعم شقيق. عم شقيق. زوجة سمن. بنت نس. زوجة. سمن. 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 بنت نس. بنت نصب. عصبة. عم عصبة. حصل مسألة الثمانية. الآن كم؟ ثمانية واثنين. تداخل. ماذا نضع؟ أكبر. ثمانية. ثمانية. ثمنها. واحد. نصفها. أربعة. والباقي. ثلاثة. ثلاثة. بسرعة. هاي كلها تحلون مرة القادمة. أين تحل المسائل هذه؟ صفحة 120. الباقي الأسئلة الأخرى مش أسئلة، كلها يعني. الدكتور المرة القادمة نريد أن نناقشها سؤال الثاني. ممتاز هذا. سؤال ثاني. أبدا تفكر بحاجة كل واحد. نعم. أريد كل واحد منكم السؤال الثاني يكتبه يحل الاجتماع كذا، لأن السؤال الثاني خلاص أنت إذا فهمت كيف تصبح لا تحسب مباشرة، تنظر تخرج النتيجة. أريد الجميع يطبق السؤال الثاني. يعني كيف مثلا اعطي مثال الان امامكم. اعطي مثال. ثمن السدس. اعطينا مثال مثلا ثمن السدس. رفع سدس. لا لا ليس بس اريد يعني انتم الان مثال نبدا من هنا مثلا ربع سدس ثلث ثلثين. اذا اجتمع مع ثلث واجتمع مع سدس خلاص انت تعرف طالما ثلث وسدس ماذا ستكون النتيجه؟ سته. إذا اجتمع معاك نصف وثلث. نصف وثلث. ستة. دائما خلاص تحفظ. نصف وثلث هذا تباين صح؟ تباين. فتضرب في بعضها البعض كم يكون النتيجة؟ ستة. إذا اجتمع معاك نصف ثلثين وثلثين وثلثين ستة. لأن ثلاثة مشتركة يكون إيه؟ ستة. إذا اجتمع ربع وثلث. ربع وثلث ما هي النتيجة؟ تباين. 12 صح؟ نعم. إذا اجتمع ربع وثلثين. ربع وثلثين 12. نفس الشيء 12. نعم. إذا اجتمع ربع وسدس. ربع وسدس لا. أربعة وستة خلاص دائما أربعة وستة طبعا اثنين ثلاثة ثم ستة ضرب اثنين كم يكون؟ اثنى عشر. فدائما ربع وسدس اثنى عشر. نعم. يعني واضحة هي ترى يعني عدة أرقام فقط إذا وجد هذا وهذا يكون نتيجة. بس كيف وصلنا إلى هذه النتيجة؟ إنه عملنا توافق عرفته؟ نعم. بس أنت فيما بعد لا تحتاج تعمل توافق مجرد رأيت ربع وسدس اثنى عشر. مجرد رأيت ثلث وثمن 24 سدس وثمن 24 خلاص مجرد رأيت هذا الرقم وهذا الرقم يكون هذه النتيجة. بس كيف وصلنا إليها تعرف كيف وصلنا إليها. بس فيما بعد لا تحتاج أن ترجع للترتيب خلاص. بعدها مثلا
ربع سدس ثلث ثلثين ثلثين صح؟ نعم 12. فأنت انظر إلى أكبر رقمين 4 و 6 12 12 وها ستكون داخلة. نعم بس هو هيك تفسير السؤال لو هيك مشيت السؤال ماشي فأنا أردت أستغلها لفهم هذا الشيء. ربع سدس ثلث مثلا اجتماع ثمن ثلثين سدس. كم النتيجة؟ 24. دائما إذا اجتمع 3 و 8 أو 6 و 8 ماذا تكون النتيجة؟ 24. فهمتم ماذا أقصد أنا؟ نعم. السؤال ليس هذا لكن أنا أردت يعني كيف نتوصل إليه. خلاص الأسئلة هذه الآن أريد ما حللتم والأسئلة تأتوا بها يوم الأحد. الثمن حتى الثمن ما بتاخذها الا زوجك والزوج حتى تاخذ ثمن بس يكون معها ابن او بنت بس السدس مستحيل يكون مع بناتك مع السدس. يكون زوجة ابن الثمن الوحيد اللي بتاخذها بس الزوجه تعدي يكون مع ابن او ابن ضع لها ابن عصبة مشكلة ما ماشي بس اعطي للزوجه ابن اجعل ابن في المساله او بنتين لا اذا جات بنتين بنت بتاخذ